مظاهرة حاشدة في لندن للتضامن مع غزة، وده بالتزامن مع ذكرى يوم الهدنة، كان هو العنوان الأبرز اللي تصدر أغلب الصحف البريطانية بالأمس. الحقيقة أن ردود الفعل الإعلامية المختلفة عن ما هو معتاد الحقيقي من الجانب البريطاني الرسمي يمكن يكون نتيجة لضغط الشارع والمظاهرات الغير مسبوقة اللي تشهدها لندن للتضامن مع قطاع غزة. خلينا نقرأ ونحلل الصحف البريطانية ووسائل الإعلام وأبرز العناوين مع الكاتب الصحفي والمراسل في مجلس العموم عادل درويش. صباح الخير أستاذ عادل، أهلا بيك. أهلا بنجور، صباح الخير. صباح الخير. بداية خلينا نبتدي مع الساندي إكسبرس واللي ركزت بشكل كبير على المظاهرات وكانت الأبرز في تغطيتها، ونقلت يمكن تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية المهددة بالإقالة واللي وصفت المظاهرات بالمظاهرات المريضة والمظاهرات المعادية للسامية، ويمكن كمان هددت بوقفها باستخدام سلطات الطوارئ. خلينا نقرأ أكتر في تناول الساندي إكسبرس وإيه باقي الصحف اللي أبرزت المظاهرات بالمنظر ده. هو بالنسبة للصحف دي، طبعا النهاردة الاثنين، امبارح دي الصحف بتاعت يوم الحد، النهاردة صحف الاثنين اللي طالعة تتكلم عن وزير رئيس الوزارة استدعى حكم دار بوليس لندن. انت عارفة هنا البوليس ما هوش قوة واحدة، هو 42 قوة مختلفة حسب المناطق. المظاهرات كانت في لندن، ففي النهاردة حيكون في لقاء بين رئيس الوزارة وبين حكم دار بوليس لندن السيد مارك راوي. بالنسبة للمطالبة بالاستقالة، دي صحف المعارضة، ده جورنال الديلي ميرور اللي هو بيدعم حزب العمال المعارض. هو القصه ايه؟ القصه ان المظاهره دي كانت يوم السبت، وهي طبعا كانت مظاهره كبيره، اكبر مظاهره مش في تاريخ لندن انما في التاريخ منذ بدايه الحرب بين اسرائيل وبين حماس، انها كانت اكبر واحد. يعني تصادفت انها مع يوم هنا اللي هو يوم الشهداء، يوم مقدس شويه، الاحتفال في ذكرى انتهاء الحرب العالميه الاولى، وده بيحتفل به في كل سنه، والاف قدماء المحاربين بينزلوا الكلام ده كله. فكان رئيس الوزاره طالب ان هو من المتظاهرين يعني يكون يراعوا المشاعر وما ينزلوش شويه. بالنسبه لوزاره الداخليه، ما كانش عايز تمنع، ما شفتش من حق الوزير ولا من حق رئيس الوزراء ولا حد يقدر يمنع مظاهره، وفقط تحت البند 40 من قانون الامن العام ممكن البوليس نفسه يطلب من الحكومه، ودي ما حصلتش في التاريخ قبل. انما هي عشان اللي حصل انها ما خدتش او استخدمت عباره او اثنين غير لائقين واتهمت البوليس بالتحايش. ده سبب الازمه الموجوده. لكن بالنسبه للصحافه اللي حضرتك اشرت اليها برضه، هو الاستفزاز اللي الناس شافته، فكان ناس طبعا من اليمين وناس وطنيين قرروا يعملوا مظاهره معارضه، فحصل طبعا اشتباكات بين البوليس وبين ده بالنسبه للبوليس. لكن في طبعا الصحافه كمان بتغطي حاجات ثانيه اللي هي ردود الفعل او الانقسامات داخل كل الاحزاب بالنسبه للموقف بالنسبه لغزه. لكن ما ننساش ان مواقف الصحف ومواقف الاحزاب دي بتعكس حاجات داخليه، يعني استغلال مساله غزه والتعامل مع البوليس، تعامل البوليس مع المظاهرات وردود الفعل بين السياسيين نفسهم للنيل من الخصوم. يعني الصحافه اللي مع المحافظين اهي مع رئيس مع وزاره الداخليه، الصحافه اللي هي مع العمال او المعارضه بتنتقدها. طيب استاذ عادل، الميل اوف ساندي اتكلمت هي كمان عما تعرض ليه وزير الاسكان من هجوم خلال هذه المظاهرات، لو حضرتك تكلمنا عن هذا الامر. ما هو ده بقى اللي كانت بتقصده وزيره الداخليه بانتقادها للبوليس، ان ردود حلهم او البوليس تعامله مع المتظاهرين كان بالسابق. ونرجعوا شويه للورا عشان بس ندوا المتفرج المصري فكره عما يحصل. منذ اكثر من سنتين ثلاثه في صعود لليسار والحركه الليبراليه، خاصه في البيئه،
في الاعتراض على التنقيب عن البترول واسعار البترول، ودي كلها الناس يعني مرفهين ابناء الطبقه المتوسطه بيعملوا ايه بقى؟ بيحتلوا محطات السكة الحديد، بيحتلوا الشوارع والبطاله تنقب عن البترول التسخين الحراري والبيئه والكلام ده، والبوليس بيتساهل معاهم. فاللي حصل المره دي ان الجماعه المتظاهرين مع شايلين علم فلسطين دول، طبعا في منهم يعني تركيبه المظاهرات نفسها، في ناس فعلا عايزين وقف اطلاق النار، في ناس معترضين على موقف الحكومه البريطانيه انها ما تدعمش اسرائيل، في ناس طبعا محترفين مظاهرات بقى وعايزين يشاركوا. فالحفله في محطه فيكتوريا، هنا بالمناسبه لما يكون واحد وزير مسافر وبيتنقل في اعمال غير اعمال حكوميه غير اعمال رسميه، بيسافر بالقطر والاتوبيس عادي يعني ما بيسافرش بالاتوبيس خالص. فمايكل جوف اللي هو مسؤول عن وزير الاسكان والاستثمار الاجتماعي والكلام ده، كان مسافر في محطه فيكتوريا، فالناس شاوروا عليه وقالوا انت بتسافر اسرائيل وانت، وابتدوا يحاصروه ويهاجموه ويقولوا له عار عليك والكلام ده كله، فطبعا اضطر البوليس يحميه. كمان الناس اللي كانوا لابسين شعارات الورده الشهداء دي، بعض الناس هجموهم، ودول ناس محترفين مظاهرات، وده طبعا من الاسباب اللي هي هنا جميل بقى اللي طالعه النهارده، ده كان حصل من السبت، جميل طالعه النهارده بتتكلم عن احتمال تقديم مشروع قانون لمنع الحاجات دي قبل ما تحصل، لان الحاجات دي يعني ما فيش قانون يمنعها من انها تحصل. طيب كان في تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني سوناك تجاه الاحداث في غزه، وتصدرت اغلب الصحف خلال الايام اللي فاتت، ويمكن صحيفه التليجرام ابرزتها في عدد الامس. هو بالنسبه لغزه طبعا وفي انتقاد من اليسار لان ريشي سوناك رئيس الوزراء ما بيطلعش بوقف اطلاق النار، وده على فكره كمان موقف الحساب الثاني في موقف زعيم المعارضه العمالي، وانه بيقول بس وقفات فوزس ساعتين ثلاثه لارسال المعونات الغذائيه وارسال المعونات الطبيه وكذا من شكل اطلاق النار. ودي مساله برضو في انتقاد من الجماعه اللي هم ظاهرين الحكومه هنا. هو وجهه نظر رئيس الوزراء والمتحدث بتاعه، احنا طبعا كصحفيين برلمانيين بنقابل سكرتير رئيس الوزراء مرتين في اليوم بنتكلم معاه. فهو الموقف ايه؟ الموقف بيقول ان هو التأييد العالمي بالنسبه لاسرائيل ده بيدي الدبلوماسيه البريطانيه فرصه انها في السرز تعمل ضغوط على اسرائيل الاسراع بالتوصل الى اتفاق وحل الموضوع ده بالنسبه للانتقاد للموقف بتاعه. انما طبعا تعرفي هنا كمان في قانون، فهو حتى كمان ان حماس هنا ممنوعه بالقانون، يعني يعتبرها زي فرع من اخوان المسلمين ممنوعه بالقانون البريطاني، وفي عده قوانين ثانيه ممنوعه. طبعا بريطانيا وامريكا موقفهم مختلف شويه عن البلاد الثانيه. طيب استاذ عادل، حضرتك ذكرت انه غالبيه هذه المظاهرات إما خرجت بدافع إنساني، في بعض الآخر محترف مظاهرات، في بعض الآخر على خلاف مع رئيس الوزراء أو بعض الوزراء، هل في وسط هذه المظاهرات من يعرف القضية الفلسطينية بأبعادها؟ ما هي دي بقى المضحك في الأمر. ده في ناس طبعا بيعرفوها كتير بشكل تخصصي شوية، يعني تلاقي مثلا لازم تخش للصفحات الداخلية عشان تلاقي مثلا التاريخ هنا بيقول ايه، هل فعلا المساله حصلت بس يوم 7 اكتوبر حماس من عجم، طبعا الناس كلها بشر جمله من التعريف محدد، ام انها مشكله قديمه؟ بالنسبه لده الناس بساط اللي يعرفوا ده. بالنسبه للفرق بين الضفه الغربيه ايه وغزه ايه، والفرق بين حماس وبين السلطه الفلسطينيه، وبين ان بريطانيا بتعترف بالسلطه الفلسطينيه بس بتعترف حماس منظمه ارهابيه والكلام ده كله، دي بقى ما فيش كتير ناس يعرفوها من هذه المظاهرات، وده جزء من الانتقاد هنا. الجزء الاخر بقى اللي هو بيحذر منه الناس، وده كان على فكره في البرامج بتاعت امبارح راح يتحدى اكثر، هو الحذر بانها اتخاذ بعد
ديني، لا مسلمين ضد يهود، وان الشرق ضد الغرب، فده هنا المقالات النقديه والافتتاحيه، وده في عدد بسيط جدا بتحرر من ده. ممكن يذكرني هنا جرانين زي ديليت الجراف، زي الاندبندنت، زي فاينانشال تايمز، واخدين شكل عميق. هو للاسف الجرانين الشعبيه قوي ما بتهتمش ده، كمان التلفزيون والاذاعه باستثناء البرامج الخاصه ما فيهاش بعد عميق لتحليل. طب لو خدنا كلام حضرتك عن التلفزيون والاذاعه، كان في لقاء مهم للبي بي سي مع الرئيس الفرنسي، اتكلم فيه عن ماذا سيحدث، واتكلم فيه كمان عن ضروره التزام اسرائيل بالقانون الدولي ووقف قتل المدنيين والالتزام بقرارات الامم المتحده. ابرز ما جاء في الحوار كان ايه؟ ده بقى على فكره يمكن هو اهم حاجه حصلت في التلفزيونات الاذاعه في الاربع خمس ايام اللي فاتت. ده كان لقاء كاتيا ادلر دي هي قبل كده كانت مراسله للشرق الاوسط، مراسله القدس، وكانت هي مراسله شؤون الاوروبيه للبي بي سي. وهي معظم تركيزها على الاتحاد الاوروبي واوروبا والكلام ده. اللقاء اصلا كان عن العلاقه بين بريطانيا وفرنسا المهاجرين والاتحاد الاوروبي، وخاصه الحرب الاوكرانيه، لان ماكرون رئيس ماكرون كان من اول الناس اللي هم ابتدوا يطلعوا عن يعني يغنوا خارج السرب ويقولوا وقف بقى الحرب الاورانيه والتفاوض والكلام ده، موقف ضعيف شويه تجاه روسيا. فلما جت طبعا مساله الحرب حماس واسرائيل دي تحتل جانب كبير من الاهتمام، فلما سالته عن ده كان هو اول رئيس استخدم كلمه وقف اطلاق النار، وقال ان رد اسرائيل او اهداف اسرائيل غير محدده وغير واضحه. زي طبعا بتقول الصحف الثانيه الانتخابات اللي هي فيها، وان لابد من الالتزام بالقانون الدولي في استخدام القانون اللي بيحكم الحروب والاشتباكات، وان اسرائيل تنتهك القانون الدولي. ده كان هو اول رئيس غربي في التحالف الغربي يطلع ويقول الكلام ده، لا أهميته. أكيد كل الشكر ليك الكاتب الصحفي والمراسل في مجلس العموم عادل درويش، شكرا جزيلا.